مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ويوم جديد مع مجموعه متنوعه من الفقرات اللي دايما بنتمنى ان هي تنال اعجابكم ورضاكم مع زينه بطعم البيوت. في البدايه برحب بزميلتي عبير، اهلا بيكي عبير وحلقه جديده. اهلا بيكي حنان، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا، وان شاء الله على مدار الساعه ونص نقدم مجموعه متنوعه من الفقرات اللي ان شاء الله تنول رضا واعجاب كل مشاهدينا. كالعاده بنبتدي مع زينه، نشوف حنان عندها اولى فقراتنا هتكون عن ايه. أول فقرة يا عبير هي فقرة فنية جميلة جدا، بنشوف مع حضراتكم فيلم وثائقي. هذا الفيلم الوثائقي بيعرض يعني مدى قدرة وتحمل المرأة، قدرتها على تحمل الكثير والكثير من أشكال العنف. الحقيقة عدد كبير من السيدات تتحملوا أشكال من العنف، سواء عنف معنوي، عنف جسدي، عنف نفسي، لكن قدروا إن هم يتحملوا هذا النوع من أنواع العنف، وقدروا إن هم يعدوا هذه المرحلة ويبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم. الحقيقة قدرة المرأة على تحمل العنف قدرة كبيرة جدا جدا. عن هذا الفيلم الوثائقي وإزاي إن هو رصد كل ما تتحمله المرأة من أشكال ومن مظاهر العنف، وإزاي هذا الفيلم الوثائقي شارك فيه الكثير من المهرجانات وحصل أيضا على جوائز، وكمان على الجانب الآخر إزاي إن هؤلاء السيدات قدروا بكل قوة وكل صراحة إن هم يحكوا عن حكاياتهم وكيف إن هم تعرضوا للعنف، وكانت هذه الحكايات بمثابة تجارب قدرنا ان احنا نتعلم منها علشان في المستقبل نحاول ان احنا نتجنب كل اشكال هذه العنف. الحقيقه يعني الفيلم الوثائقي بيحمل الكثير والكثير من المعاني، يعني هنعرفها اكتر وهنعرف تفاصيل اكتر من خلال فقرتنا اللي بنتمنى ان هي تنال اعجابكم. معاكي ايه كمان يعني؟ طيب، بما ان حنان هتتكلم عن العنف اللي بتتعرض ليه المراه، الحقيقه احنا هنكلمكم عن حاجه يعني يمكن العنف من ضمن هذه الاشياء اللي احنا هنتكلم عنها في فقرتنا الاولى في طعم البيوت، وهي الضغوط. الضغوط كلنا بنمر بيها، ما فيش انسان ما بيمرش بضغوط نفسيه وعصبيه، والحقيقه الضغوط دي درجات. في ناس بتقدر ان هي تتخطى هذه الضغوط وتقدر ان هي يعني تمتص هذه الضغوط وتخليها كمان تبقى يعني دافع عشان تحقق أهدافها، وفي ناس الحقيقة بتستسلم للضغوط دي وبتقدرش إن هي تواجه هذه الضغوط، وبالتالي ممكن توصل لمرحلة يأس أو استسلام أو يعني لحاجات نفسية مش لطيفة. فإحنا النهاردة هنتكلم عن كيفية مواجهة هذه الضغوط، وإزاي فعلا الستات بالذات لأن هي أكثر تأثرا بهذه الضغوط، إزاي فعلا تقدر تواجه هذه الضغوط وتمر حياتها بسلام من غير ما نحس نقعد نقول الواحد حاسس إنه شال الهم بدري، الواحد حاسس إنه كبر قوي بدري. لا، لازم نعرف ازاي نواجه هذه الضغوط وهذه المشاكل في حياتنا. برضو المواضيع كلها مكملة لبعضها يا عبير، وهي منظومة لازم ان هي تكتمل مع بعضها عشان في النهاية نحاول نعيش في حالة نفسية وحالة معنوية سوية. العلاقات الإنسانية علاقات كتيرة جدا، في العلاقات الأسرية والعلاقات العائلية، العلاقات بين الزملاء والأصدقاء. النهاردة هنتكلم على كلمة جميلة جدا اسمها تبادل الأدوار. في العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة بين الزوجة وأولادها، العلاقة بين الأب وأولاده، العلاقة بين يعني العلاقة بين كل شخص والآخر. كل علاقة من هذه العلاقات بيكون فيها حقوق وفيها واجبات. أوقات إحنا بنتصور إن لينا حقوق قد تكون مش حقوقنا، بنتصور إن الطرف الآخر عليه واجبات قد تكون مش عليه ولكن بنطلبها منه. ممكن أوقات الطرف الآخر يؤدي هذه الواجبات ولكن بتكون بنوع من أنواع العبء المعنوي أو العبء النفسي. عموما هنعرف يعني إيه تبادل الأدوار من خلال فقرة مهمة وفقرة جميلة متميزة، بتمنى ان هي تنال اعجابكم ورضاكم. طيب، هو احيانا الواحد بقى مش بيتبادل الادوار ولكن بيضطر ان هو يقوم بكل الادوار، وده بيحصل لما الواحد بيفقد الطرف الاخر او شخص عزيز عليه. يعني الواحد لما بيتعرض ان هو شكل من اشكال الانفصال مثلا في الزواج، خلاص الست بتلاقي نفسها بقت لوحدها، سواء لوحدها بقى من غير اطفال او لوحدها كمان باطفال، فهي هنا عليها عبء وعليها دور وعليها مسؤوليه وبتشيل الدورين زي ما بنقول. لكن كمان لما الواحد بيفقد شخص عزيز عليه بالموت، الحقيقه دي بتبقى تاثيرها اقوى واكبر، وبتبقى المسؤوليه هنا اكبر واقوى. فاحنا النهارده هنتكلم عن كيفيه مواجهه هذا الموقف. الواحد ازاي لما يفقد شخص عزيز عليه، سواء بالانفصال عنه، غربه مثلا، حد سافر، او زي ما قلنا انفصال زوجي، او لو حد توفى والحد ده انا معتمده عليه بشكل كبير جدا، ازاي اقدر اواجه الحياه؟ ازاي اقدر اقف على رجلي زي ما بنقول واكمل المشوار لوحدي
او بقوه وبقدره على ان انا اواجه كل صعوبات الحياه. ده هيكون موضوعنا الثاني ان شاء الله في طعم البيوت. دي كانت فقراتنا، نتمنى ان شاء الله ان هي تحوز رضا واعجاب كل مشاهدينا. دايما بنسعد بالتواصل بيننا وبينكم، خليكم معانا. هنبدا حالا مع زينة وحنان بعد الفاصل. مشاهدينا بنرجع مرة تانية وبنبدأ فقرتنا، وبالتأكيد حياتنا مليئة بالقصص ومليئة بالحكايات، حكايات قد تكون مؤلمة ومحزنة وقد تكون حكايات مفرحة، لكن يمكن دايما أكتر لما بنسمع أو بنعرف حكاية مؤلمة بنبقى محتاجين نعرف تفاصيلها، لأنها ممكن تكون تجربة نتعلم منها دروس كتيرة جدا مستفادة، ولكن مش كتير بيحب يقول تفاصيل حياته. طبعا كل واحد بيحتفظ بأسراره الخاصة، بالتأكيد بنحترم يعني احترامه لهذه الأسرار، لكن في ناس بيكون عندهم قوة وعندهم شجاعة ان هم يقولوا تفاصيل حياتهم علشان تكون دروس يستفيدوا منها الآخرين، وبالتأكيد بنوجه لهم كل التحية والتقدير والاحترام. النهاردة الحقيقة معانا مجموعة من البطلات، يعني اسمحوا لي ان انا اقول عليهم بطلات لانهم فعلا مجموعة من السيدات تعرضوا لأنواع وأشكال من العنف، ولكن بكل قوة وبكل تحية بكل إرادة وعزيمة واجهوا يعني هذه الظروف من العنف، وقدروا ان هم يحكوا عن هذه الأشكال من العنف. ويعني معانا مخرجتنا النهاردة تابعتهم وتابعت ظروف حياتهم، وهم كانوا بكل صدق وكل صراحة قالوا عليها، ولكن قدروا ان هم يتعافوا من العنف وقدروا ان هم يبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم. فاحنا الحقيقة بنحييهم تحية كبيرة جدا جدا، ومش معنى ان اي سيدة تعرضت لأي نوع من أشكال العنف إن دي نهاية الحياة، لا، قد تكون من المحنة زي ما بنقول، قد تكون منحة وبداية لحياة جديدة. معانا وفي لقائنا النهاردة المخرجة الجميلة آية الله يوسف. أهلا بيك يا آية، شرفتينا ونورتينا. مرسي جدا. آية، أنت من شباب المخرجين، أنت مخرجة ومنتجة الحقيقة، ويعني أنت صحيح ممكن تكوني في بداية مشوارك الفني، لكن جميل أن أنت بدأتي بعمل فيلم وثائقي رائع. هذا الفيلم شارك فيه مهرجانات وحصل على الكثير من الجوائز، وفيلم سمر قبل آخر صورة، ده فيلم جميل جدا. كلميني كده عن هذا الفيلم وإزاي بدأتي تصوريه، والفكرة أساسا جات لك منين؟ مرسي جدا على التقديمة الحلوة دي. أشكرك يا سمر. أشكرك يا آية. هو أنا في البداية كنت بشتغل مونتيرة، بعمل أفلام وثائقية، فأوريدي كان عندي خبرة في صناعة الأفلام بشكل أو بآخر، لأنه بعتبر أن المونتير هو مخرج تاني للعمل، وخصوصا في الوثائقي. يعني كنت بدأت في 2016 الفيلم عن طريق أن أنا كنت يعني بمر بأزمة نفسية ما، صديقة ليا حكت لي قصة سمر، والحقيقة أنا لقيتها قصة ملهمة جدا، واحدة حصلت لها نوع من أنواع العنف اللي هو يعني من أقصى درجات العنف، وما استسلمتش، حاولت يعني تتخلص من كل الآثار وتحاول في مصر، وكمان تحاول إنها تدور على فرص برة للعلاج النفسي والجسدي اللي هي كانت فيه. وكمان كان عندها مشروع ان هي عايزه تجمع كل البنات اللي اتعرضت لنفس العنف ده وتبدا تساعدهم وتقول لهم الطريق منين. فكانت حاجه بالنسبه لي ملهمه جدا، وقررت ان انا اساعدها، وفعلا رحت قابلتها ولقينا اثرت فيا انا، وانا سمعت بس عن الحاله يعني اللي هي اتعرضت له يعني. فقلت لها، وهي وافقت على طول، لان هي كانت عايزه تتكلم وتبقى صوتها يعلى وتقول ان ده بيحصل وانه لازم نقف ضد ده. فخدت كاميرتي وتابعتها لمده تقريبا 5 سنين. هي كانت صبوره وعندها طاقه وشغف كبير قوي ان هي توصل رسالتها لكل الناس. وانا كمان كنت حابه اعمل فيلم مختلف، مش عن النوع من العنف، مش تركيزي عن اللي حصل، تركيزي عن ما بعد، ازاي هي قدرت مش بس تقف لنفسها، لا، تقف لناس تانية، وازاي تتعافى وتتجاوز ده، وكمان عايزة تبقى ملهمة
للكون يعني مش بس أي. ليها يعني. فده كان بالنسبه لي طبعا شيء ملهم جدا ويستحق الثمان سنين اللي انا ضيعتهم فيه يعني. طيب ده شيء كويس جدا، في امل وفي تفاؤل وفي طاقه ايجابيه يعني. صحيح احنا عملنا لقاءات كتيره جدا وقدمنا فقرات على مناهضه العنف ضد المراه، ولكن النهارده بنتكلم بشكل مختلف، ان احنا بنقول حتى لو تعرضت المراه لاي نوع من اشكال العنف سواء الجسدي او المعنوي او النفسي، برضو ده مش نهايه العالم، ولكن تقدر ان هي بكل قوه وتحدي واراده ان هي تقدر يعني تحاول تتخلص وتتعافى وتبدا رحلة جديدة أو تبدأ مرحلة صحيح. جديدة في حياتها صحيح. طب كلميني كده بقى بتفصيل أكتر يعني، كنت مع سمر إزاي وإيه المراحل اللي كانت صعبة قوي وأثرت فيكي قوي، مثلا حسيتي أن سمر فعلا كانت دي يعني تعبت قوي لغاية ما عدت المرحلة دي؟ بصي لو حاجة خاصة طبعا مش عايزة تقوليها، احنا بنحترم كل خصوصيات أكيد. يعني هو الحقيقة كل المراحل صعبة، لأن العنف اللي هي مرت بيه مش تجربة سهلة خالص على أي بني آدم، وكمان الظروف اللي حواليها أصعب، مفيش تقبل من المجتمع قوي، مفيش فرص شغل، مفيش حاجات كتيره قوي تقدر تعملها. فهي كانها بتحارب، هي بتقول في اخر الفيلم كده اللي هو لو الواحد بيحفر حفره في تحت ده حاجه سهله، لكن هي حاسه ان هي بتحفر حفره للطالع، ان هي تحت وبتحفر. فده بالنسبه لي يعني حاجه مثال بيوضح فعلا هي كانت بتعمل ايه، كانها يعني بتعمل حاجه مش سهله خالص خالص خالص. فدايما كان بيبقى في صعوبات في كل حاجة، هي سافرت، حاولت بره تلاقي شغل، تعرضت لعنف آخر، بتحاول تعمل عمليات بيحصل لها مشاكل، بتحاول تساعد ناس تانية بيحصل لها مشاكل. فطول الوقت حتى النماذج اللي أنا كمان حاولت أن أنا أدرجها في فيلم ولكن ما قدرتش في كل الأحوال كانت برضو صعبة يعني. هي تجارب ناس تانية مختلفة مروا بنفس التجربة لكن قصصهم برضو صعبة، لأنه مش بس بعد الحادث أو بعد العنف نفسه يعني هعملوا إيه. فدي برضو حاجة كانت الفيلم بيناقشها بطريقة ما، أنه الحياة مش كلها فوق ولا كلها تحت، هو دايما اللي بيفرق من واحد للتاني هو قدرته على هنتجاوز ده ازاي او هنفكر في ده ازاي. وهنا بيجي مفهوم اللي هو الفرق ما بين الناجية والضحية. فأنا بالنسبة لي سمر هي ناجية يعني، هي نجت من العنف ده بنفسها وبتحاول تسيرفايف او تحاول ان هي تسعى وتستمر، كل ما بتاخد ضربة بتاخد يعني مبادرة تانية ان هي تبقى احسن تقويها. طيب آية انت بتقولي لي تقبل المجتمع، يعني ايه تقبل المجتمع؟ يعني انا مش فاهمة ان المجتمع يشوف سيدة تعرضت لنوع من انواع العنف وقدرت ان هي تعدي هذه المرحلة بكل قوة وارادة وتتحدي، مش متقبلها ليه؟ يعني فوضحي لي النقطة دي. احنا يمكن شفنا بعض المشاهد في نوع من انواع التجميل، بعض هل كان عنف جسدي مثلا اثر في وشها او هو يعني عنف مش حابة اتكلم عنه بالتفصيل، بس هو عنف من درجة من اصعب انواع العنف اللي ممكن حد يعني يوصل بيها، تفقد عين من عينيها، تفقد اجزاء من وشها، فمش مش حاجة سهلة حاجة خلص. حاجة صعبة. فطبعا المجتمع لا مش متقبل، مش قادر يتعامل مع ده قوي، خايف شوية. كمان مجتمع بيكلمها ويقول لها استفدتي ايه من الطلاق؟ يعني ما انت كنت بتضربي وبتخفي، لكن دلوقتي انت ممكن تخفي ازاي؟ فكانت كمان حتى القسوة في الكلام، يعني ازاي حد يقول لحد كده؟ يعني بس اعتقد مش كل المجتمع يا آية، اعتقد دلوقتي طبعا مجتمعنا بقى اكثر نضجا واكثر وعيا يعني. ما ده اللي احنا يعني بنحاول نعمله يعني هو ده كمان الفيلم بيحاول يعمله فكرة تغيير اصلا الثقافة وفكرة تغيير الانشاء وعي بالمشاكل وازاي هنخرج منها وايه اللي صح وايه اللي ما يصحش، ايه لما يبقى الزوج عنيف او الشريك او اي حد في درجة من درجات العنف، ازاي انا احمي نفسي وعائلتي كمان تقدر تحميني صحيح ومش يزقوني ان انا افضل في استمر في العلاقه لانها احسن من الطلاق او احسن من اي حاجه تانية. فبيبقى في زي مؤشرات لازم انا اخد بالي منها كاسره او كشخص
في اختياراتي. طبعا طبعا، يعني احنا بنقول الزواج قائم على المودة والرحمة والعلاقات الطيبة، وتكلمنا كتير عن التسامح وتجاوز المشاكل وتجاوز الصعوبات وكل الكلام الجميل ده، لكن لا، لو وصلنا لهذه المرحلة من التعدي ومن العنف ومن هذه القسوة، لا يعني لازم طبعا يبقى فيه وقفة. طيب ايه تانية من القصص؟ يعني انا عارفة ان الفيلم فيه اكتر من حكاية او اكتر من قصة، لكن يمكن قصة سمر دي اكثر القصص اللي... لا، هو الفيلم بيحكي عن سمر ورحلتها، رحلتها اللي هي كانت فيها كتير من الصعوبات ومساعدات لناس تانية في الرحلة، لكن هو في الأساس بيركز على سمر كبطلة وكملهمة وكمؤثرة وعندها مشكلة كبيرة وبتحاول تعديها. فيلم فيه كمان يعني يبدو أنه هو إذا صعب، لكن هو الحقيقة فيه لحظات كتيرة جدا ضحك، ويعني أنا كنت سعيدة جدا في عرضه في السينما أنه الناس بتضحك في فيلم ده. دايما في انطباع عن السينما الوثائقيه ان هي ناس قاعده في انترفيوهات او انه كلام كله صعب وتقيل، لكن ده انا حاولت ان انا ما اعملوش خالص، انه دي رحله دراميه تماما، سينما بتتفرجي على فيلم بتتابعيه من اوله لاخره، مشدود عنده ايقاع في ضحك. فلما سمعت ضحك الناس في السينما حاولت ان انت تخففي من حده ال تماما لان دي روحها كمان. طيب يعني طيب، هل في جزء من الفيلم التعافي بقى، فتره ما بعد ان هي خلاص قدرت ان هي تتخلص من اثار العنف وبدات مرحله جديده في حياتها؟ اعتقد ده مهم جدا لانه ده بيدي طاقه امل كده وطاقه ايجابيه للمشاهد. هل صورتي اجزاء او بعض المشاهد؟ هو الفيلم اصلا ما بعد الحادث، ان هي فتره التعافي كلها هي قد ايه صعبه، قد ايه بنحكي في الفيلم عن الاختيارات اللي ادت لده، لكن بالاساس هو الفيلم كله عن رحله التعافي نفسيا وجسديا ومحاولاتها، مش بس ان هي بتنجو بنفسها، بس ان هي كمان ممكن تساعد ناس تانية ويبقى عندها الامل والشغف ده، شغف كمان انه مش في حكم على الرجاله ان هم كلهم وحشين، لا بالعكس، ان هي كمان بتخش في علاقه تانية ويبقى عندهاش مشكله وعندها الامل ده وعندها انه دي حاجه فرديه، مش هاخد كل الناس بالذنب ده. فهو الحقيقه في افكار كتيره جدا الفيلم بيناقشها، مش بس يمكن انا ما تطرقتش للعنف لانه هو باين، فكفايه ان انا اقول ان هو باين، وكفايه ان هي بتتعافى وان قد ايه ده صعب، فما حبيتش ان انا يعني اعمل فوكس عليه بزياده يعني. جميل قوي كمان الفكره اللي انت قلتيها، ان يعني انه في بعض السيدات بيتعقدوا خالص من الرجاله، يعني ان هي كان ليها تجربه سيئه مع نموذج من النماذج السيئه من الرجال، فحكمت اطلقت حكم عام على الرجال، الرجال كلهم. الحقيقه مش كل الرجاله كده، لا طبعًا. في نماذج مشرفه جدا من الرجاله وفي ناس محترمه جدا، فهنا برضو دي فكره كويسه جدا. انت أظهرتي هذه الفكرة في الفيلم الوثائقي، وأظهرتي أنها ممكن تبدأ تجربة جديدة مع رجل. بالظبط، هي عندها ده جدا، هي عمرها ما كانت بتبقى اللي هو أنا ضد الرجالة، لا هي بتتكلم عن شخص واحد أو شخصين، يعني كل مرة بيبقى عندها أمل كده اللي هو مش قافلة الدنيا أو حكمة. دي صورة سمر اللي معانا على الشاشة مش كده؟ أيوة. جميلة. فهي الحقيقه هي كمان جزء من تعافيها، يعني كانت بتقول دايما انه هي دي كمان رسوماتها، انا جزء كبير من الفيلم بتكلم عن بحط رسوماتها، لان هي بصراحه متميزه قوي وعندها يعني موهبه خطيره في التعبير عن نفسها. فهي الصوره دي بتعبر عن فقدانها لعينها اليمنى بالصقر الشاهين، اللي هي دي لو ده ديفو، لا ده هو ده القوه بتاعتها. في حاجات تانية كتير، يعني حتى بوستر الفيلم هو رسمه من رسوماتها، اللي هي الورده اللي فيها شوك، اللي هي فيها ديفوهات او فيها مشاكل، بس ده برضو مصدر من جمالها. بصي هي رسمه، هي واضح ان هو كل لوحاتها الفنيه يا روحي معبره عن مشاعرها الداخليه، معبره عن وجعها زي ما بنقول، معبره عن المها، معبره عن يعني امور كثيره بتدور في نفسيتها. طيب ردود فعل بقى السيدات، يعني اللي شافوا هذا الفيلم وشافوا هذه اللوحات الفنيه وشافوا سمر بتجربتها، كانوا بيقولوا لك ايه يا ايه؟ بصي انا ردود الفعل كانت بصراحة أكثر ما أنا أتوقع، يعني أنا دايما أنا كمان كنت جزء من الفيلم، وبطريقة ما بعبر عن مخاوفي أنا كست في المجتمع،
انا ست وبيبقى عندي خوف، مش لازم مش بالضروره نفس نوع العنف، بس خوف عامه من الشارع، خوف عموما. فكنت موجوده بشكل ما. في ستات كتيره جدا بتقولي انا حاسه بيكي وانا بحس بنفس الاحساس، بحس ان ده ممكن يحصلي او انا ممكن اتعرض لده. بس لما بيجي الامل بتاع سمر بحس انه ايه ده. يعني اخر عرض للفيلم في واحده جت قالت لي انا حاسه مش قادره افكر في الفيلم، انا عماله افكر في نفسي ان الفيلم ده رساله ليا انا. انه انا ازاي انا دلوقتي محبطه وانا متضايقه، لا فوقي. مش مفيش وقت نضيعه، في ناس حصلت لها مشاكل اكبر بكتير وقامت. انا مش هقوم ازاي. ففي ردود فعل من النوع ده بتديني كده يعني باور او طاقه. في رد فعل مثلا جميل من بنت عندها 14 سنه، كنت فاكره انه الفيلم ده لعمر اكبر فوق ال 18 مثلا ان هم يستوعبوه، لكن كتبت مقاله. يعني الفيلم خرج منها انها تكتب مقاله وتقول انا عايزه اكمل واشوف سمر، انا نفسي ابقى زي سمر. جميل. يعني الحياه الطاقه الايجابيه دي شيء رائع جدا لما جداً. عمل فني جميل يكون مؤثر ويعمل طاقه ايجابيه في المشاهد، ده اعتقد اكبر نجاح للفيلم. طبعاً طبعاً. عموما يا ايه احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء القيم، وان شاء الله يكون لنا لقاءات قادمه مع مجموعه من الافلام الوثائقيه اللي فعلا تدينا طاقه ايجابيه وامل للمستقبل باذن الله. شكرا يا آية، شرفتينا ونورتينا. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية، والفقرة القادمة فقرة جميلة جدا جدا بعنوان تبادل الأدوار.